انا وماما مستنيين ان احنا نجيل متاخرش علينا. بحبك قوي. من البداية خالص، من تاني يوم وفاة وائل أنا قمت من النوم بدور على وائل، وائل مش في البيت. فرحت له بس بكل بساطة، جيت له وقعدت اتكلمت معاه. أول كام يوم طولت، والناس هنا ابتدوا يقلقوا عليا، المكان هنا بيجي فيه مدمنين وبتاع، فابتدوا يقلقوا عليا. بقيت مطولش في الزيارة، بس لازم أكون عنده كل يوم أستأذنه وابتدي يومي معاه، أتكلم معاه وأحكي له اللي حصل لي. لو قابلت حد، لو اتكلمت مع حد، لو عملت حاجه، لو رايحه مشوار، كل حاجه لازم بحكيها له اول باول. الا الحاجات اللي تزعل بقى، يعني حصلت حاجه تزعل بره ما باجيش احكيها له. الله يرحمه ما كانش في حاجه وحشه بيعملها ابدا، كل اللي كان بيعمله حلو. عايز اقولك ان لما كان مثلا انا عايز اقول حاجه لماما والحاجه دي هتزعل، هي اللي ما تتقالش كده، ما تقولي كذا، تتقال. هو يعرف ازاي يقول الكلام من غير ما يزعل. فعلا كان سياسي قوي، طيب جدا، حنين جدا، ما يحبش يزعل حد، بحيث عايز كلامه والكلام اللي هيتقال ما يزعلش حد، فيتقال بالشكل الفلاني عشان ما يزعلش، برغم ان هو نفس الكلام. بصراحه يعني حنيته، طيبته، اخلاقه، دينه، خايف ربنا جدا فيكي وفي امه وفي ابنه، خايف يزعل امه مره وبيتها معيطه، مش بس استغفر الله العظيم، مش بس عشان ربنا، لانه هو فعلا بيحبها، ما بيحبش انها تعيط، مش هيحب يشوف دموعها، كان موته وسمه انه يشوف دموعي. وائل لما كنا مثلا نزعل من بعض وهو جه قال لي انا اسف وحقك عليا، كان معترض طبعا، هو اللي بيتاسف الاول، وانا احس ان انا ايه الندله اللي انا فيها دي، ايه قله الادب اللي انا فيها دي، انا غلطانه، انا اروح اتاسف له، يقول لي ايه ده، ايه هو ايه اللي حصل، انا مش فاكر حاجه. وائل عايش، تمام، وائل عايش، الشهداء عايشين، وائل عايش، عايش جوايا، بعيدا بقى عن انه شهيد، وائل عايش جوايا اصلا، انا عايشه معاه لغايه النهارده، في كل حته في بيته، سامعاه وهو بيصفر على السلم، سامعاه بيحط مفاتيحه على الجزامه بره، داخل على امه وبيسلم عليها، سامعاه بيندهني من المطبخ، سامعاه بيندهني من الاوضه، وائل عايش معايا. يوميا ورد، انا هوريكي صوره وانا ماسكه الورد هو صورني بيه، هوريكي صوره انا ماسكه الورد اللي هو جايبه لي. يوميا وائل جايب معاه ورد. طيب اليوم اللي مش معاه فلوس يجيب ورد، ظروف اخر الشهر بتاع، يطلع فوق الشجره في الشغل يجيب لي ورد ثاني وردتين ويجي بيه، لان انا متعوده معاه على كده، وهو معايا موجود، ازاي مش هستاذنه؟ ممكن يزعل، لازم احكي له كل حاجه. لو حصلت حاجه تزعل مش مني ما بحكيهالوش، لكن لو حصلت حاجة مني أنا، حتى لو تزعل باجي أحكيها، حتى لو هنتخانق باجي أحكيها، وأنا عارفة إن هو هيزعل مني، بس لازم يعرفها عشان ما يتفاجئش بيها بعد كده من حد تاني. Thank you.
انا بس عايزه اقول له وحشني قوي، وان الدنيا وحشه قوي من غيره، واني مش قادره اتحملها، وكفايه كده مش قادره اتحملها. الدنيا وحشه وناسها اوحش، انا مش عايزه افضل فيها خلاص. خايفه اقابل ربنا لاني ما عملتش الحاجه اللي قابل بيها ربنا، بس مش قادره اقعد فيها، مش قادره اتنفس الهواء اللي فيها من غير ما يكون بيتنفسوا معايا، مش قادره استطعم حاجه منها اصلا خلاص. كل حاجه بقت نفس الطعم، حتى ريحه الهواء ما بقتش هي. اللون الاخضر مات، كل حاجه تساوت، كل حاجه، الخير والشر، الحب والكره، الحلو والمر، كله تساوى، كله تساوى بوقي. حلقي طعم واحد بس، مر وبس. مهما كنت باكل حاجه حلوه، حلقي مر.